السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والغناء العربي في معهد الموسيقى العالي في العراق. أشرب كل أخواني وأصدقائي وطلابنا الأعزاء من جميع أراضي العراق والوطن العربي والعالم، أخواننا وعزائنا، وأشرب بكم. تعلمنا هو تعلم العود وتعلم الغناء العربي بكل أصوله والنظريات الموسيقية. طبعا قبل ما أبدي أكرر أيضا بموضوع الدورات الموسيقية، رقم الهاتف مالتي موجود أسفل الفيديو، تقدرون تصلون به حتى نبدأ معكم الدورات الموسيقية اللي هي مكونة من 8 محاضرات، وهذه 8 محاضرات بها العملي والتطبيق النظري بصورة سهلة وطريقة جدا جميلة وجديدة حتى تتعلمها. طبعا اشتراككم يكون عن طريق تسألوني عن طريق الواتساب وأجاوبكم، وإن شاء الله يكون أونلاين. اليوم احنا عدنا درسنا اللي هو نشوفه، راح نشوف عليه ونشرحه، اللي هو مقام اللامي، ثم نأخذ أغنية. نلاحظ أمامكم هذه السلم الموسيقي، هذا المقام اللامي أنا شفته من أكثر، طبعا هو ابتكاره أو ابتكره هنا في العراق، وابتكره الأستاذ محمد القبلشي حسب ما يقال أنه ذهب إلى لندن، وهناك صارت المسألة عند وفاة والده وبدأ بالولولة مع النفس، يعني يلوم نفسه من اللوم. والآن ندخل دايركت قبل ما ندخل بالمسألة، القصة اللي تأخذ وقت من أدنى. مقام اللامي طبعا يبدأ دائما، أنتوا خلوه في بالكم، ناس تقول مي وناس تقول فا وناس تقول لا، يبدأ من الري ري، أو خلي أطوف لكم ري مي فا صول لا سي دو ري، انتهى. أي شيء يبدي من الري لازم ينتهي بالري، السلالم سكيلات يبدي من الدو ينتهي بالدو. احنا عندنا مقام اللامي، مقام اللامي أو سلم اللامي حسب تطبقون عليه بالدراسة الأكاديمية. هذا عندنا دليل مالته، ياخذ سي بيمول، مي بيمول، لا بيمول، بمعنى شنو؟ تغيرت عندك الاصابع. طبعا احنا عندنا شنو تغيرت عندنا الاصابع؟ الري مطلق، والمطلق معناته فقط بالريشه، ثم مي بيمول يعني الاصبع الاول على الري، الفا هنا عندنا شو يصير؟ عندنا الفا الاصبع الثالث على شنو؟ ال ري، عافية عليكم. ثم الصول مطلق، وافتهمناه مطلق يعني فقط بالريشة. ثم عندنا لا بيمول اللي هو راح يصير عندنا الاصبع الأول على الصول. ثم عندنا شنو؟ سي بيمول اللي هو راح يصير عندنا الاصبع الثالث على شنو؟ على شنو؟ على الصول. ثم صول إذا يكون عندكم واضح، وهذا الدو مطلق، والري راح يكون عندنا شي، يكون عندنا الاصبع الثاني على الدو جواب. راح اكتب الارقام اللي ناني حسب ما اعطيت دروس في خارج العراق في بعض الدول العربيه، هذه الارقام يعرفون. هذا الاصبع الاول 1 وهذا 3 ثالث، ومن ثم هنا اول، وهنا عندنا السي ثالث، وهنا عندنا 2 يعني 1 3 1 3 2، والمطلق قلنا احنا بواسطة ريشة. اذا هذا السلم اللامي يبدأ من الري وينتهي بالري. الاجناس مالته طبعا الجنس الاول، احنا عندنا اجناسه، الجنس الاول عندنا الاجناس، كل مقام إلى أجناسه طبعا. عندنا من الري إلى الصول، هذا الري إلى الصول، شنو عندنا؟ جنس كورد جيم، جنس كورد على درجة الدوغا يعني الري، أوكي. وعندنا الجنس الثاني جنس كورد على درجة الصول اللي هو هذا للنهاية، كورد على درجة
الصون. الملاحظة المهمة اللي هي شنو هو الملاحظة جدا مهمة اللي هي شنو هو عندنا بالنزول، هذا النزول ما راح يصير أي شيء عندنا. شوفوا أيضا سي بيمون مي بيمون لا بيمون، النزول راح يصير عندنا شيء يصير عندنا ري دو سي لا صول فا مي ري. شنو راح يصير عندنا فقط؟ انه تعرفون الاجناس ما راح يتغير عندنا شيء، بس راح يصير عندنا من مثلا عندنا من السي بيمول الى الفا هذا عندنا جنس نهاوند، نهاوند على درجه الري، وعندنا الجنس الثاني جنس اجم على درجه الكورد اللي هو مثلا عندنا من اللا بيمول الى المي، لا بيمول الى المي جنس راح يصير عندنا عجم على درجة الكورد، درجة الكورد شنية اللي هي مي بيمول. هذا لا تدوخون به ولا تتأثرون به، هذا هو يجي بالإحساس، يعني أنت ما تغير أصابعك، أصابعك نفس الشيء، أصابع العود نفس الشيء، راح يبقى عندك، لكن شنو هو بالإحساس تسمعه بالنزول مالتك راح يصير عندك إحساس إنه بموضوع اللي هو قول وياي انه هو تطلع عندك الاجناس. ضروري انه تعرف الاجناس. هذا ما يخص سلم اللامي او مقام اللامي اللي هو ابتكروه العراقيين، ضروري جدا انه تعرفه. هذا بخصوص الموضوع اللي اقول لكم به، وهسه راح ننتقل الى موضوع ثاني. اهلا اخواني بكم مره ثانيه، وعندنا الاغنيه العراقيه المعروفه نبعه الريحان واللي اشترت على مسامع الوطن العربي من خلال ما عزفوه كثير وغنوه كثير، وهي مكتوبه من التراث العراقي وهي من العراق، واللي غناها ايضا محمد القنبيتشي وكثير من قارئي المقام وكثير من المطربين العصر الحديث. عندنا نبعة الريحان نشاهدها قدامكم. جورجينا، طبعا هذه قاع جورجينا يعزفوا فقط في العراق، ودائما من يعزفوا في الوطن العربي ما يجي او لا ياتي بصوره صحيحه. هو ايقاع هذا قدامكم جورجينا، دومتتك دومتك دومتتك دومتك دومتتك دومتك، اوكي. هاي اول شيء. نرجع للقطعه الموسيقيه اللي هي من مقام اللامي، نشوف نلاحظ انه 10 على 16 صارت S S، هاي قدامكم C بيمول B بيمول لا بيمول 10 على 16 يعني إيقاع جورجينا S صال 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 دا صال فا صال فا صال فا مي فا صال صال لا صال فا صال فا صال فا مي فا صال فا مي دا ري مي فا صال S وراها السطر الثالث صال 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 صال، هذا القوس يعني استمرارية، يعني صال 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 صال، أوكي صال 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 فا صال صال فا مي فا صال إس صال 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 فا صال صال فا مي فا صال فا مي لا ري لا. هنا راح يصير زغرف، نوع من الزغرف راح يصير حتى يصعد هنا، راح هاي كلها مقدمات. اوكي، فبعدين راح يدخل عندنا الغناء، راح يصير عندنا اس دا 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 ري دا سي دا سي دا سي لا سي دا. طبعا اقرا لكم اياها بطيء حتى انتم تعليمين. اس دا ري دا سي دا سي دا سي لا سي دا سي لا صال صال لا سي دا، ثم تنعاد مرة أخرى تصير دا 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 ري دا سي دا سي لا دا سي لا سي دا إس دا ري دا سي دا سي لا دا سي لا سي دا. هنا راح نعبر للثاني يصير لا صار 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 دا سي إس سي 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 دا دا سي
هذه اخواني امامكم وتلاحظون دائما اللي تكون عزفه فصير هي تصير هكذا. انا هذه النوطه ثانيين امام فامشي مع النوطه دائما تعلموا النوطه اس قوم وين مكتوب غناء الكوبليه اس الأصيل العراقية نبعة ريحان. أنتوا شو تسوون بهالطريقة حاليا؟ ترجعون على قراءة السولفيج مالتي من قراءتكم قلت لكم صال 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 فا صال فا فا صال فا مي فا صال وانت تعيدها مرة أكثر من مرة أكثر من مرة حتى أنت تقدر تقومها وتعيد تتمر على بار بار يعني مازورة مازورة مو جملة جملة متكونة من أربع بارات أو ست بارات من بار بار يعني مثلا صال 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 هاي تتمر عليها صال 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 وهكذا يكون تمرينك على آلة العود بطريقة صحيحة وإحنا حاضرين وياكم بالدورات الموسيقية اللي هي ثمان محاضرات شهريا اللي يحب يشترك وتحياتي لكم وإن شاء الله ما قصرنا وياكم مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.